هفتكر حاجة صغيرة. كنت صغير عندي 8 سنين، كنت أروح لعمي بيشتغل مانيفاتورة كده بتاع مسامير وبويات قدام عبد الرحمن بتاع السوبيا اللي في سيدة زينب جنب المدرسة الثانية، وكنت أروح أزوره مش حبا قوي بس عشان يجيب لي كوباية السوبيا. رحت مرة قاعد جنبيه كده، وقاعد على البنك راجل كبير وباخد السوبيا كده باكلها، فلقيت واحد داخل بجلابية وماسك ظرفه قام رماه في وش عمي، قال له إيه اللي بعتهولي ده يا حاج؟ فأنا اتضايقت من الراجل قوي اتخضيت، فقال له إيه يا ابني؟ في إيه؟ قال له إيه اللي أنت بعتهولي ده؟ قال له يا ابني أنت قلت لي إنك في ضائقة مالية فبعت لك مساعدة. قال له يا حاج أنا بقول لك أنا في ضائقة مالية عايز أشتغل مش تديني حسنة. هي دي كرامة الشغل.